مشروع ديال الحديقه الحيوان توقيل لا يكون هنا في مديون ان شاء الله. بصراحه هو فكره مزيانه بالنسبه للساكنه ديال طنجه، يعني الغابه ديال الحيوانات ممتازه. المهم يعني واحد مساله ايجابيه بزاف، خاصها تكون شويه منظمه وصافي من ناحيه ديال كنا عارف طنجه يعني كيخرجوا فيها العائلات، كيخرجوا فيها يعني طنجه ترجع لها شويه، يرجع لها شويه الاحترام ديالها وتكون تكون يعني في الخدمه ديال المجتمع الطنجاوي 100%، وكل شيء خير ان شاء الله. حديقنا يعجبنا ان شاء الله، نتمنى يجيبوا لنا حيوانات جدادي صافي ربط في الحيوانات، ولكن زيوني شويه هذا ان شاء الله يجيبوهم. طنجه فيها الحاجات مزيونين، عدلوا لنا العاب جدادي، ناقصه حديقه الحيوانات يعدلوها لنا عتكون مزيانه. يعني الناس ساكنين هنا قدام يجيهم قرابين احسن ما يمشيو في صانع الرباط. كنتمنى مسؤولين على هذه الحديقه يعدلوا لنا شي حاجه جديده في المستوى والتمام المناسب. مزيانه هذه الفكره هنايا تكون حديقه بنادم يكون يجي يشوف، مواطن يشوف تكون قريبه له حديقه الحيوان، يجي يشوف بنادم يشوف راه كيشوفها غير في التلفازه فهمتي، يجي يشوفها مباشره راه مزيان. طلبوا من المسؤولين يعملوا شي ثمن اللي ثمن مناسب يعوض يمشي يسافر بعيد حتى لكازا ولا الرباط باش غايشوف. غتكون في طنجه، حتى طنجه مدينه كبيره حقها تكون عندها بحال هذا منشآت. الصراحه فكره مزيونه، كنتمنى وتكون شي حاجة مزيونة في مستوى، تكون شي حاجة اللي هي جديدة في طنجة، ويكونوا بالنسبة للثمن ديالها يكون ثمن موافق، ويجيبوا لنا شي حيوانات جدادين اللي نكتشفوا شي حاجة جديدة من غير داكشي اللي شفناه في الحديقة اللي في الرباط، ويجيبوا لنا شي حاجة في مستوى وشي سباع يكون بعدا مزيون ماشي بحال داكشي اللي شفناه تما. وهادشي هذا ما فيه غير الخير. سمعتي الناس هي كتخلص فلوسها فايش، الترابوني راه فاينه كتخلص فيه الناس الفلوس، اذا عاد يدخل حديقه الحيوان يعني بنو يتمتع، بنتو عاد تمتع ويتمتع. هذيك راه عندك سمعتي 300 كيلومتر من هنا الرباط، سمعتي باش دخلتي هنا بنك الحديقه الحيوان، نعمل بلادي علاش غادي ديها سمعتي انا حتى مدينه اخرى. الحمد لله انا خلوق ترابي هنايا وجدودي هنايا بحال اللي قلت لك، الحمد لله الامور كتروج يعني. غير هاد الباركير فاد بزاف ديال الناس، كتلقات الخبيزه واحد كزداد شي واحد هيدا من هاد جداد الحديقه ان شاء الله. راه بنادم الحمد لله شي كيعيش معاه شي الامور كتزيان. يعني حديقه الحيوان في مدينه طنجه من فكره طيبه، فكره مزيانه، وبالنسبه لهذا المنتزع هذا وغتزيد فيه الحديقه ديال الحيوان غتعطيه واحد غتزيدوا في واحد المكانه ديالو، غتعظم المكانه ديالو، وغادي تروج المنطقه، وغادي حتى الناس ديال المنطقه غيتروجوا فهمتي ولا. يعني بواحد النسبه قرار مهم هذا ومزيان بزاف، وغتبقى تجيب الناس من مواطن اخرين فهمتي، وتجيب السياحه وتجيب اي حاجه فهمتي ولا. وهذه منطقه مزيانه وعلى البحر والشاطئ، يعني غتعطي غتكون المنطقه فيها مزيانه بزاف. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.